طيب يا شباب، دلوقتي هقول لكم بسرعه لأسئلة البنك اللي داخله عندكم. انتوا عليكم حوالي 30 جمله منهم الاسئله اللي هم منزلها لكم، هبقى انزل لكم اللينك عليه. اول سؤال بيقول لك ايه اللي دايما مبيبقاش موجود في التريماتود؟ طبعا الريديا ستيج مش دايما بتبقى موجوده، مفيش في الشيزوما الريديا ستيج اللي هي رقم واحد. تاني جمله بيقول لك ويتش اوف ذا فالونجست ترو فور فاكالتيف بارازايت؟ قلت لك ان كلمه فاكالتيف بتساوي فري ليفنج، فهتختار رقم 3. ويتش وان اوف ذا فالوينج كاركترز ار ترو اباوت التريماتودز؟ الرقم 3 بتحتاج بيبقى فيها توجمنت، يعني غطا وقشرة كده بتمتص النيوترونز، لكن كل اللي باقيين مش مشتركين فيهم كلهم. طبعا السنيل بيبقى فيرست انترميديت وست مش سكند، اللي مش كلهم فيهم بادي كافيتي. الفيميل شيسوزوما مفيش، مش كلهم هيرمافروديت، الشيسوزوما مفيش. تمام، دايركت افكت اوف بارازايت اوف ذا هيومن هوست ديو تو، كلهم صح، بيمتص النيوتريشن، بيعمل دامج للتشو، كلهم صح. association between two organisms، مين اللي هارمد؟ هارمد قلت لك كلمة هارمفول بتساوي باراسايتزم اللي هي رقم 4. طبعا رقم 2 غلط، اللي هو رقم 6. بيقول لك كلهم صح بالنسبة لشابتر الترماتود ما عدا ايه؟ بيقول لك الترماتود كلها هيرمافرودايت ما عدا الليفر فلوك. لا، الليفر فلوك اللي هي الفاشلة كمان هيرمافرودايت، يبقى ديت الجملة الغلط. geographical distribution of parasite depend upon following except، اخر واحد اكسيدنتال هوست. اكسيدنتال هوست ده بالصدفه اساسا، ما بيعتمدش عليه. يبقى بيقول لك الانتشار الجغرافي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الظروف البيئيه صح، بيعتمد على وجود الانترميديت هوست صح، على الريزرفوار هوست صح، انما الاكسيدنتال هوست لا، هو اساسا مش تبع اللايف سايكل. ايه الترتيب الصح من الحاجات دي؟ طبعا احنا عارفين الادلت ينزل ايج، والايج يطلع ميراسيديم، وبعدين الميراسيديم يطلع سيركاريا، يبقى رقم 4 هو الترتيب الصح. الاسوشيشن بتوين تو اورجانيزم از فايتال فور بوث، يعني لازم الاتنين يبقوا موجودين والاتنين بيستفادوا. ده بيبقى علاقة اسمها ماتشوليزم. ماتشوليزم the intermediate host is host in which the adult and final stage are developed. طبعا غلط، اللي بيبقى فيه الادلت او الفاينل ستيج ده الديفينيتيف هوست. adult heterophis has three suckers. الهيتروفيس بيسموها اصلا three suckers parasite، عندها تلاتة سكر اللي هو oral وفنترال وجينيتال. بس طبعا الاسئله بتاعت الادلت دي ما تجيش. ان كيس اوف انفكشن واز انتستينال، الانتستينال الانسان بيشتغل فيها ديفينيتيف هوست لان الادلت اللي بيبقى جواه. هالزون سندروم، قلت لكم هالزون سندروم بياكل كبده نيه، فالادلت بيبقى قافل فوق في الفارنس ما بيعرفش يتنفس، فيبقى الادلت فاشل تو فارنس اللي هي رقم واحد. which of the following doesn't apply to cystode؟ السيستود ما فيهاش digestive system، ما فيهاش جهاز هضمي، يبقى اول واحده هي اللي صح. ليه؟ هي بتبقى موجوده في الانتستين اصلا، فبتمتص الغذاء عادي. الميتا سيركاريا في اللي بتوصل الليفر ازاي؟ ده قصده طبعا على الفاشله. طبعا هتبقى رقم 2 اللي هي بنتريتنج جلسون كبسول اللي هي بتخترق البروتونيوم. يعني انفكتيف ستيج في الفاشيليزز ايه؟ ده سؤال مهم وده اللي ممكن يجي. طبعا الجمل الصعبة اللي باقية دي ما بتجيش. انسيستد ميتا سيركاريا هو اللي مهم، اللي هو الانفكتيف ستيج. الانترميديت هوست بتاع الهيتروفس، هيتروفس سنيل اسمه بايرينيلا كونيكا رقم 3، طبعا انتوا حافظينه بقى. كومبليكيشن بتاع التروفس، تروفس قلنا امبولايت تروح يا اما البرين يا اما الهارت، يبقى برين انفاركشن. سايز اوف فاشولا جايجانتيكا 6 سنتي ومش هتيجي. سودوفيليديا ده دايفيلو بوسريم ليتا، ومش معاكم في الكويز ده السؤال ده. دايفيلو بوسريم ليتا بتوصل طولها كام؟ 10 متر، وبرضه مش داخل في الكويز ده. السيستي سيركوزس كومبليكيشن وز انفكشن وز ايه؟ ايه المرض لما اكل الايج بتاعه يجيلي سيست سيركوزز؟ تينيا سوليوم طبعا. سكند انترميديت هوست ان دايفيلو بسريم ليتم لايف سايكل از، سكند انترميديت هوست مين في الدايفيلو بسريم؟
طبعا سمك السلمون، بس مش عليكم في الكويز ده. سيسي سيركويد لارفا ستيج اوف هيميولبس، مش داخلة برضو. و25 هيميولبس ده انا مش داخلة. 26 بيرنشاس انيميا، مش داخلة. 27 بوثريا، مش داخلة. المان اكتا از انترميديت هوست ان كيزز اوف ايه، طبعا هتبقى تينيا سوليوم، والسؤال ده مهم. لو كلت تينيا سوليوم ايج ويجي له مرض اسمه سيستي سيركوزس، الدراج اوف تشويس في التينيزس ايه؟ كلهم برازي كوانتيل ما عدا الفاشلة تراي كلابين دازول. الايج اللي اسيد فاست، اسيد فاست يبقى تتصبغ احمر، اللي هي الايج بتاعت تينيا ساجيناتا. دي الجمل بس في البنك اللي داخل عليكم، الباقي مش داخل عليكم.